الإيطالي الجهود أكيد مستمرة ومكثفة للانتهاء من أحداث حاضنة دمر الحرفية والتراثية كمشروع تنموي متكامل يعد الأول من نوعه في سوريا للحفاظ على الحرف اليدوية والصناعات اليدوية ونقلها وتعليمها للشباب. ولنتعرف على معالم هذا المشروع الذي سيشكل حاضنة لحرف دمشق وصناعات اليدوية، معنا اليوم الأستاذ لؤي شكو مدير الحاضنة الحرفية والتراثية. يسعد صباحك. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير وجميع عمال سوريا. تحية، شكرا كثير لك. تحية أيضا لكل عامل قدر يحافظ على تراث هالمدينة، مدينة دمشق المعروفة بأصالتها. بدنا نتوقف وقفة عند الصناعات اليدوية، كيف قدرنا نحن رغم التطور يلي نحن فيه، رغم الصناعات الحديثة، ولكن الصناعة اليدوية بقيت حاضرة بسبب استمرار خلينا نقول شيوخ الكار فيها. خلينا نتوقف عندها ونحكي عنها. بالحقيقة مثل ما تفضلتي وقلتي، هاي الحاضنة هي أول مشروع تنموي متكامل للحرف التقليدية والتراثية في سوريا. تضم خيرة شيوخ كار الحرف التراثية ولشدة امتهانهم لحرفهم حيقوموا بتدريب وتأهيل الأيادي النامية الماهرة. بالإضافة أنه الحاضنة هي حتحقق نمو اقتصادي من خلال المساهمة بتطوير الموارد البشرية. تتألف الحاضنة من عدة أقسام، من مركز تجاري خاص بتسويق المنتجات التراثية الحرفية، مركز أبحاث حرفية، صالة معارض، دور مزادات، مشاغل، أكاديمية الأسد للفنون الحرفية تشرف عليها القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي. طبعا هي الحاضنة هي إحدى مستخرجات بحث علمي حصلت من خلاله على جائزة الباس الإبداع والاختراع، بتضم بحثين. البحث الأول هو التراث السوري بين عراقة الماضي وتحديات الحاضر، مستثمر وفق قانون حماية الملكية الفكرية من قبل الاتحاد العام الحرفيين. نعم. وأكاديمية الأسد للفنون الحرفية ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والأمن وتحقيق الأمن الاجتماعي، كمان مستثمر من قبل القيادة المركزية لحزب البعث. نعم. عن طريق كمان قانون حماية الملكية الفكرية. نحن موجودين اليوم بالحاضنة الحرفية والتراثية، ممكن نحن بدنا نحكي كمان عنها بشكل أكبر للعالم يعرفوا شو هي هاي الحاضنة، ممكن نتعرف ونعرف أكثر منها، كيف نشأت هاي الفكرة؟ مثل ما قلت لك انه هي مستخرجاتها بحث علمي بيحوي على عدة ملفات منها الحواضن الحرفية. خلال الأزمة عانينا من ندرة اليد العاملة أو اليد الحرفية الماهرة نتيجة الظروف اللي جبتوها، فلذلك كان تحدي كبير أنه نساوي حواضن حرفية تجمع شيوخ كار هالحرف مشان تحقق موضوع استمرارية الحرف التراثية إلى الأجيال القادمة عن طريق شيوخ الكار. قديش أخذت معك هاي الفكرة لقدرت تنفذها؟ بالحقيقة كانت البداية الانطلاقة معرض إكسبو بهانوفر عن شاركنا فيه عن طريق وزارة السياحة. شفنا من خلال مثلا مصر عندها حضارة واحدة هي حضارة فرعونية. بتعرفي كل العالم تحوي مقتنيات صناعة سياحية فرعونية. يعني نحن عندنا عشرات الحضارات غير مستثمرة تماما، فلذلك هاي شغلة رجعت لسوريا سويت معمل للمنتجات اليدوية الفينيقية. كنت بحاجة لحرفيين الزجاج والخشب والمنحوتات، فكانوا عددهم قليل جدا. هذا الشيء ولكن كان في تعاون طبعاً. يمكن وهذا الشيء اللي رح نحكي فيه، خاصة أنه الحاضنة الحرفية رح تضم جانب تعليمي وتدريبي لفئة من الشباب. يمكن نحن جبنا كادر خلينا نقول بأعداد قليلة، ولكن هذا الكادر مؤهل ليدرب الشباب لنقدر نحن نحافظ على الحرف والصناعات اليدوية. نحكي عن الأقسام شوي. تمام، بس قبل ما نحكي عن الأقسام حقلك أنه كان فعلا مثل ما تفضلتي الفضل الأول والكبير للقيادة المركزية لحزب البعث اللي انتم هلا
اللي حسنا انه نقعد بهذا المشروع نعم. الوطني التنموي المتكامل. اقسام هاي الحاضنه بتحوي على مركز ابحاث حرفيه. بتعرفي انت الاختراع الحرفي او الابتكار الحرفي مثل الجنين بحاجه الى رعايه فوريه. فمجلس الاداره يلي بيضم ممثلين عن الوزارات المعنيه بالحفاظ على التراث مثل وزارة الصناعة، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، حيقوموا بتزويد هالحرفي المبتكر أو المخترع بالمعلومات اللازمة ليحقق اختراعه أو ابتكاره مشروع استثماري له جدوى اقتصادية. في عنا المركز التجاري، المركز التجاري ما قلت لك يضم حرفيين عندهم خبرة كبيرة بمجال المعارض الخارجية والتسويق الخارجي، حيقوموا هذول بتسويق المنتجات الحرفيه. بتعرفي حيوفر على الحرفي اعباء الشحن نعم. والسفر والاقامه والترجمه من خلال انه صار عنده الحرفي كانه مثل تاجر كبير او صناعي كبير نعم. عنده مركز تسويق خارجي لمنتجاته. تقريبا 36 حرفه من الحرير والفسيفساء واكثر من حرفه موجوده معنا، وبالاضافه الى 38 شيخ كار موجود معكم ليقدر يدرب الشباب مشان يقدروا يقوموا بالصناعات اليدويه على اكمل وجه. كيف تم انتقاء شيوخ الكار؟ على اي اساس؟ اول شيء شيوخ الكار، شيخ الكار لازم يكون اقل شيء مارس حرفته 10 سنوات، حسن السيرة بين متعاملي وزبائنه، متميز بحرفته، وما في يعني عمر معين لشيخ الكار. أي حرفي حتى لو حصل على إذا حصل على براءة اختراع أو إبداع شهدت فيه الجهات المعنية حياخذ لقب. ما في عمر معين لشيوخ الكار، ولكن للشباب اللي بدهم يجوا يتدربوا ويتعلموا تمام. العمر في عمر عنكم ولا لا؟ لا، العمر هو بيحدد حسب رغبه المتدرب. في عندنا 36 حرفه، الحرفه اللي بيشوف حاله موهبته فيها حيجي ويتعلم فيها من خلال فصوله على ايدي احسن خبراء هالحرفه، يعني يتعلم اصوله. طبعا وفي عندنا قسم اذكر لك عنه خاص، جمعيات خاصه بدعم ذوي الشهداء. هدول عندنا جمعيه سوا حتعرفوا عليها بعد شوي، حتقوم بتاهيل وتدريب ذوي الشهداء. وقلنا كمان توجه ثاني نحو الشباب المبدع السوري غير المتعلم، حنجيبه كمان حيطور مهاراته مشان يبعدوا عن الافكار مثل ما بيقولوا، نعلمه شيء يفيده ويفيد المجتمع. تمام. مثل ما بنعرف مرقنا بظروف حرب قاسيه، ولكن الحياه كانت تنبض بسوريا بسواعد ابنائها، يمكن عجله العلم والمعرفه، وخلينا نقول ايضا الصناعه سواء الحرفيه او اليدويه ظلت مستمره. ولكن يمكن احيانا في ظروف بتحكمنا بيكون حالات خاصة، كيف قدرنا نحن نتعامل بفترة الحرب مع أنه مرينا بظروف صعبة كثير، أنه ما نخسر هيدي المهنة، سواء مثلا المهن الأصيلة، أنه ما الشباب تفكر مثلا أنه تسافر وتترك والدة اللي اشتغل فيها وجدة، كيف تعاملنا مع هيدي الظروف؟ بالحقيقة نحن كشيوخ أقمنا خلال الأزمة عدة معارض داخلية وخارج قطر، ونلنا من خلالها جوائز الأولى بهذه المعارض مثل الهند، مثل الجزائر وتونس والعراق وروسيا. هالشباب هدول حافظنا عليهم من خلال دعم القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي لهم. خلال الأزمة اجتمعنا بالرفيق هلال الهلال أمين العام مساعد حزب البعث، وحكوا همومهم شيوخ الكار، من تبقى من شيوخ الكار في دمشق وريفا، حكوا همومهم للرفيق الأمين العام مساعد، وقالوا له نحن بدنا إياك مشان يعني تساعدونا توقفوا معنا في ظل تهميشنا من قبل. قال لهم مو أنتم بدكم، يعني نحن اللي بدنا إياكم. نعم. وخلال فترة قصيرة فرحوا كل شيوخ الكار لما أدرجت القيادة القطرية تشكيل مجالس شيوخ الكار في جميع محافظات القطر للحفاظ
واستمرارية الحرف التراثية. هلأ بعصرنا هو عصر الآلة، عصر الحداثة، كيف بتلاقي توجه الشباب لتعلم الصناعات اليدوية وكيف ممكن تلاقي الإقبال؟ طبعا الحرف التراثية بتحقق للحرفي أو للصناعي أو للتاجر مكاسب كبيرة أكثر من الصناعية. وسوريا بتتميز بالعديد من الصناعات التراثية. فأعطيها على سبيل المثال مثلا وتتواكب مع تاريخنا. فنحن لما نصنع قطعة فينيقية نصنعها بمصر بتونس ما حتلقى رواج. طبعا حتلقى رواج بسوريا لأنه سوريا مهد الحضارات. وفي شغف عالمي بالمنتج التراثي السوري. من هون لازم نحن أول شغلة نحافظ على من تبقى من شيوخ الكار هالحرف هاي ونحقق تواصلهم بين بعض. هذا أهم شيء لما يتواصلوا بمنطقة جغرافية واحدة مع بعض حيعطوا نتائج جديدة. هاي النتائج الجديدة بحاجة إلى تشريعات وقوانين جديدة مشان نحسن نطور المشاريع الصغيرة. يعني أحد أهم نجاح المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر هي إقامة مثل هاي الحواضن الحرفية. طبعا يعني مهم كثير إقامة هيك مشاريع. خلينا نقول مشاريع يمكن تكون بنظر عالم صغيرة ولكن هدفها كثير كبير. طبعا ويعني واسع المدى. إذا طلعنا على الأفق البعيد استضفنا كثير الشيوخ كار شاركوا ب خلينا نقول شغلات دولية عالمية وأثبتوا جدارة الصناعات اليدوية السورية. بأي بلد منروح عليه سمار؟ بيقولوا لنا بالشام عندكم سجاد، عندكم إزاز شغل إيد، يعني هذا الشيء فخر لنا. أول شيء السياح أول شيء بيجوا على الصناعات الشرقية واليدوية واليدوية والتراثية. يعني التراث الدمشقي ما في أحلى منه، هو وجهة كل الزائرين. صحيح. قديش هيك منحس بفخر واعتزاز بشيء نحن بنمتلكه، بحضارة لها آلاف السنين. ويمكن أي شخص جاي هلأ ليتعلم بتشجع، يعني بيعطيه دافع. وأنتو كشيوخة كار كحرفيين كمؤسسين يمكن بتعطون هيدا القوة لأنهم يتعلموا. طبعا نحن خاصة الشباب السوري الموهوب وغير المتعلم، يعني عندهم أفكار بحاجة إلى رعاية واهتمام لتتحول لمشاريع اقتصادية. بعدين نحن هون بالحاضنة عم نحقق النظام الداخلي للحواضن الحرفية في اليونسكو. عم يطلع عنا لجان من اللجنة الوطنية السورية اليونسكو كل 3 شهور مع خبراء دوليين يشوفوا تطبيق عناصر هاي الحاضنة على النظام الداخلي يلي صار بعد موافقة وزارة الثقافة والسياحة والصناعة والاتحاد العام الحرفيين على هذا النظام. وكان تعاون كبير بين مع السيد محافظ مدينة دمشق اللي طلع إعفاء الحاضنة ونشاطاتها من الترخيص الإداري. وهلأ جالي لإطلاق التشريع كأول تشريع لحاضنة حرفية تنموية متكاملة في سوريا. أكيد بنتشكرك كثير لوجودك معنا، وكل عام وكل حرفي سوري بألف خير أكيد اليوم بعيد العمال، وبالتوفيق ومزيد من النجاح والتألق أكيد. أنتم بخير، قائد الوطن بخير. أهلا وسهلا فيك، كل الشكر لك، نتمنى لكم التوفيق والاستمرارية في العمل. نرجع نقول العمل عبادة. شكرا كثير لك. شكرا.